تمتمت كارولين بكلام غير واضح وهي تصعد إلى الطابق الثاني. وعندما وصلت إلى غرفة نومها فتحت بابها وتوجهت إلى حيث طاولة التجميل، ثم أخذت تستعيد بذاكرتها الأحداث الماضية وتتوقف عند كل حادثة منها. كم هو جميل وأنيق هذا البيت، وحتى بعدما مضى أسبوعان على إقامتها فيه كان لا يزال يسلب عقلها بروعته وفخامته. كانت تتأمل اللوحة الزيتية القديمة التي تعود إلى عصر النهضة الأوروبية، والتي علقت على الحائط من القاعة المركزية للمنزل الروماني، وذات الأرضية الفسيفسائية الرائعة والمتناسقة. يقول الخبراء في علم التاريخ أن هذه القاعة تعود إلى أوائل هذا القرن، قالت أنا ساباتيني عندما لاحظت اندهاش كارولين بها. وقد جيء بها من قصر كان قد شيد فوق تلال رائعة في خارج هذه المدينة، وتصوري، بأنهم كانوا على وشك أن يدمروها، وقد تضايقت أدريانو كثيرا من ذلك الخبر، وكان منزعجا للغاية، وكان لهذا الطابق من القصر جمال فريد، ومن المؤسف أن يؤول به الزمن إلى خراب، هذا ما كان يقوله أدريانو. ثم خفضت أنا صوتها إلى درجة الهمس، ولابد أنه كلف ثروة كبيرة من حيث تفكيكه إلى قطع صغيرة وإعادة بنائه من جديد، لكن أدريانو الحبيب لم يتردد لحظة واحدة، ألم يكن هذا رائعا منه؟ ابتسمت كارولين وقالت نعم كان ذلك رائعا منه. لم ترى أدريانو كثيرا في اليومين الأولين، فقد كان لا يظهر سوى في أول السهرة، ولكن عدا الليلة الأولى فإنه لم يشارك العشاء في القصر حتى. قال بلطف سوف تعذريني يا كارولين لأنني لم أزاول أي عمل في المدة الأخيرة، لكن بما أن جدتي تتحسن صحتها الآن لا عليك أن تبرر أي موقف تتخذه. ردت عليه كارولين بأدب مع أنها كادت أن تضحك في وجهه لأنه لا يبدو عليه أي دليل للعمل، وهو يرتدي بذلة السهرة ويستعد للخروج في الساعة التاسعة مساء. هل كان يظن أنها غبية؟ فما هو نوع العمل الذي قد يزاوله الرجل في مثل هذا الوقت؟ هو متأنق بهذا الشكل الرائع، لكنها لم تكترث للأمر كثيرا، وكل ما كان يبعدها عن أدريانو ساباتيني كان راحة لها، وهذا ما دعاها إلى الغبطة في داخلها عندما قال لها وهو يتناول طعام الإفطار أنه سيضطر إلى التغيب لبضعة أيام. فكانت كلما وجدته كل صباح ينتظرها يثير في نفسها الدهشة، لا ربما إنها ليست الكلمة المناسبة، بل كان يثير في نفسها الارتباك. فقد كان هناك شيء غريب عندما تراه على هذا النحو، وفي صباح كل يوم، ولكن في صباح يوم من الأيام رأته يرتدي قميصا قطنيا وسروالا من الجينز كعادته، وأحست باضطراب شديد، لكنه لم يرفع نظره عن فنجان قهوته كي يشعر بقدومها. كان في إمكانها أن تعود إلى غرفتها وتنتظر هناك ليغادر كليا من البيت، لكنه رفع نظره وأخذ يتفحصها مليا وببطء قبل أن تستقر عيناه فوق وجهها. صباح الخير كارولين، هزت رأسها لترد تحية الصباح وهي تسير نحو طاولة جانبية حيث سكبت لنفسها بعضا من القهوة. صباح الخير، قولي صباح الخير يا أدريانو. دارت بسرعة لتنظر إليه. اعذرني، قال بلطف شديد، لقد لاحظت بأنك لا تستعملين اسمي عندما تتوجهين إلي بالكلام. التقت عينا كارولين بعينيه وقالت لا تكن سخيفا، وهي تشعر بحرارة وجهها لأنه كان على حق، إنها لم تستعمل اسمه وتمنت لو أنها تستطيع فقط تجنب ذلك. ضحك بلطف، أستطيع قراءة أفكارك مرة أخرى يا عزيزتي، إنك تفكرين الآن بأنه أسهل عليك لتناديني بالسينيور ساباتيني، أليس كذلك؟ قالت كارولين وهي تحمل فنجانها. لا، وهذا ما ظننته أيضا، لأنك تفضل اللقب الذي ينادونك به عن... أفضل لو أن المرأة التي تعيش معي تناديني باسمي. إنني لا أعيش معك، فابتسم لملامح الغضب التي ظهرت على وجهها.
أدارت كارولين ظهرها له. كفي عن التصرف بغباء، قالت لنفسها بغضب، لأنها تشترك في لعبة لن يكتب لها النجاح فيها. أنت على حق، فأنا أعيش تحت سقف بيتك وأنال راتبا منك، وإنني ملزمة أن أناديك بالاسم الذي يعجبك أو تفضله، أدريانو. بقي على وضعه يبتسم غير متردد. شكرا لك، ابتسمت بأدب. إنك على الرحب والسعة، والآن هل هذا كله؟ لا، ليس كله. ووضع فنجان القهوة جانبا ليعود إلى النظر إليها مجددا، وكانت تعابير وجهه جدية وفيها بعض القسوة. تحسنت صحة جدتي كثيرا والأطباء يؤكدون ذلك. لم تجب كارولين، لكنها هزت رأسها موافقة، لأنها أحست أنه من الأسلم لها أن لا تخوض في هذا الموضوع. أعتقد ذلك أيضا. هل أخبرتك بأنها أمضت بعد الظهر ظهر البارحة معي في الحديقة؟ استوى أدريانو في مقعده وقال: كما قلت لك، كنت أزاول بعض المهام العملية. كان من الصعب عليها عدم الابتسام. نعم، أستطيع أن أتصور ذلك فعلا، لأن الأمر لم يكن سهلا يا كارولين. كيف لي أن أحقق كل ارتباطاتي وعقودي وأنا قابع إلى جانب الأميرة؟ ابتسمت كارولين بعذوبة. فعلا. أبعد أدريانو كرسيه عن الطاولة ووقف. ما الذي تقولينه؟ إن قلت لك أنني مضطر للغياب لمدة أسبوع كامل، ربما لعشرة أيام، ولكنني سوف أتصل بكما مرتين في اليوم الواحد، وسوف أعلمك أيضا عن مكاني إن احتجت إلي. هل ستشعرين بالراحة لوجودك وحيدة مع الأميرة؟ وحيدة؟ تعيش هنا مع السينيورة ومع الطباخ والجنائني ومع مدبرة المنزل والخادمة التي في الجناح الآخر ومع الطبيب الذي يزور المكان كل يوم. تحولت عبسته إلى ابتسامة. إنك لن تفتقدينني إذن. بكلمة واحدة، لا، لن أفتقدك. لكنها لم تنجح، لأنها كانت تأمل في أن تجرح أحاسيسه، لكنه انطلق ضاحكا. لن أستطيع أن أعتاد على لسانك يا كارولين، الذي لو أسقط في سائل الأسيد لعاد إلى النطق بطريقة تدهش الجميع، رغم جمالك كامرأة. الذي يصدم أيضا بأنني منيعة ومحصنة لسحرك. كل ما قالته قولا غبيا، وقد أدركت ذلك عندما خرجت الكلمات من فمها. فابتسم أدريانو بمكر ودهاء وهو يقترب ببطء منها، وحاولت أن تحافظ على رباطة جأشها. أهو تحدي من نوع ما يا عزيزتي؟ لا أبدا، إنه تصريح واقعي. نظر إليها للحظة وكان قد وصل إليها ووضع يده على عنقها من الوراء ومن تحت شعرها الطويل، وعندما تكلم جاء صوته منخفضا: تعلمين جيدا بأن هناك عمل لم يتم بعد فيما بيننا يا كارولين. العمل الوحيد الذي بيننا هو الاتفاق الذي عقدناه بالنسبة للقيام بدوري في أن أرافق جدتك. ابتسم أدريانو قائلا: أعرف من أنني محق في أمر ما. وزاد من ضغط يده فوق عنقها وهو يشدها نحوه: أشعر بلهيب يتأجج في داخلك، فذلك الجدار الجليدي الذي تملكينه يجعل الرجل متحمسا أكثر في تفتيته. أذكر أنك قلت لي مرة أنك لا تجد شيئا جذابا في المرأة الباردة. ضرب بإبهام يده خدها المتورد: ربما لأنك لست باردة كما يبدو عليك عزيزتي. في استطاعتك أن تضيف هذا التعبير الأمريكي لمجموعة مصطلحاتك يا أدريانو، وهو الذي تراه هو فقط الذي يمكنك أن تحصل عليه. ولماذا؟ أعلم وبصورة غرائزية من أنك لا تريدين أن تصرحي بمشاعرك نحوي عزيزتي. التقت نظراتهما: لأنك تعلم جيدا بأنني لا أريد ذلك. قال لها: الذي أعلمه جيدا وأفهمه أنك لا تريدين أن تقري بذلك. ثم حوى خدها بيده: لكنك تشعرين بشيء نحوي يا عزيزتي، فعينك تنطقان بذلك. ولكن الذي تراه في عيني هو الملل والضجر، فيجب لهذا الحديث. لكنها لم تستطع أن تنهي الرد المتوتر، لأن أدريانو منعها من الكلام بقبلة منه،
وعندما حررها تراجعت إلى الوراء لتتكئ على الطاولة وكي تحافظ على توازنها، لكنه لم يدع لها مجالا لتتكلم وقال بلطف: سأراك بعد 10 أيام عزيزتي، وبعدها سنرى أي واحد منا كان على حق. عندما عزمت على ما أرادت قوله كان الوقت قد فات على ذلك. أطبقت فمها وهي تشق طريقها إلى غرفة المكتبة، حيث كانت نسخة من جدول أعماله ملقاة قرب الهاتف. لقد أمضى تلك الأيام الأخيرة يتنقل من مكان إلى آخر، فمن نادي لكرة المضرب في إسبانيا إلى نادي اليخوت على الشاطئ الإيطالي وإلى عطلة مشتركة على شاطئ الريفيرا. نعم، فكرت وهي تضع نظارتها الشمسية فوق عينيها وفتحت الباب لتخرج إلى الحديقة. إن أدريانو ساباتيني منهمك جدا في أعماله، فلا عجب إذن بأنه كان شديد الحماسة في أن تكون لآنا رفيقة. توقفت عندما وصلت إلى آنا ولطفت وجهها بابتسامة. كانت الأميرة ما زالت نائمة على المقعد الطويل وهي تتشح بوشاح ناعم. جلست كارولين على كرسي قربها وهي تتنهد: كم يعم الهدوء هذا المكان. كانت أشجار السرو تعلو إلى جانب الجدران، وممرات حجرية بين مساكب الأزهار الربيعية تمتد إلى قلب الحديقة، حيث منحوتة من البرونز تنبع من فمها شلالات من المياه لتسقط في البركة وهي تهمس همسات موسيقية. وكان هذا الصوت الوحيد الذي أصغت إليه كارولين في حرارة الجو بعد ظهر ذلك اليوم. فكرت كارولين وهي تتثاءب بأن ذلك يجلب النعاس لمن يجلس في الحديقة. تململت الأميرة في مجلسها وتمتمت بشيء أثناء نومها. مالت كارولين نحوها لتمسك بيدها وقالت بلطف: أنا، أتحلمين حلما مزعجا؟ تنهدت السيدة العجوز وهي تفتح عينيها: هل مر علي وقت طويل وأنا نائمة؟ لا على الإطلاق، كيف تشعرين الآن؟ أفضل من أي وقت مضى، أفضل من أي سيدة عجوز أخرى في مثل سني. إنك لست عجوزا. بالطبع إنني كذلك، ولكنني لا أشعر بذلك، والفضل يعود إليك، فشكرا. وقد كنت محقة عندما قلت أن وجودك بقربي سيفيدني أكثر من أي دواء في العالم. وشبكت أصابعها بيد كارولين: ويسرني جدا أن الإقامة هنا تعجبك صغيرتي. من لا يعجبه هذا المكان يا آنا؟ تحركت السيدة العجوز وهي تعني شيئا: قد تجد بعض الشابات أن الحياة التي نحياها هنا تفتقد إلى النشاط، لكنك لا تشعرين بشيء من ذلك. لكن روما لا تقف عقبة في وجهي يا آنا. ذلك لأنك لم تري شيئا من مدينتنا بعد، سنغير كل هذا عندما يعود أدريانو. قالت كارولين بحذر: هذا لا يهم، أعني أعرف جيدا أن المدينة جميلة ورائعة، إنما لكن لسوء الحظ أضطر للمغادرة بعد وصولك مباشرة. لم يكن ذلك من سوء الحظ أبدا، بل على العكس كان ذلك رائعا منه، وقد يكون رائعا أكثر لو أنه يتصل ويقول أنه سيضطر إلى التغيب أسبوعا آخر. يلا عزيزي المسكين أدريانو، إنه يعمل بشقاء مضني، ولكن ما الذي يستطيع فعله غير ذلك؟ تثاءبت آنا وأصبح صوتها أكثر لطفا وناعسا. فهذا ليس بالأمر السهل في أن يتحمل أعباء مسؤوليات عائلة ساباتيني. أغمضت السيدة العجوز عينيها وأخذت تشخر بلطف. تنهدت كارولين بعد فترة وأغمضت عينيها هي الأخرى وتأملت: نعم، يا له من مسكين، مسكين أدريانو، فهو قد يكون الآن على شاطئ ريفيرا، هو يتحمل كل أعباء ومسؤوليات عائلة ساباتيني الثقيلة والكثير الكثير من المطاعم الفاخرة ليتناول العشاء فيها، والعديد من اليخوت للإبحار والتنزه. كارولين فتحت عينيها بسرعة وهي تشعر بلهيب في وجنتيها، فقد كان أدريانو يقف إلى جانبها بوجهه الهادئ الرزين وقال: ما الذي تحلمين به والذي يجعل الدم حارا على وجنتيك؟
لم أكن أحلم، كنت فقط. لم تستطع الكلام وهو ينظر إليها بهذه الطريقة. استوت كارولين في مكانها بسرعة وهي تضع يديها فوق وجنتيها. إن الطقس حار ولا يطاق هذا اليوم. لقد أنذرتني أنا من الجلوس تحت حرارة الشمس ولكنني. ثم تنحنحت وكأنها تصفي نبرة صوتها ونظرت إليه. ما الذي تفعله هنا؟ ابتسم ابتسامته الواسعة وهو يضع سترته فوق كرسي إلى جانبه. إنني أعيش هنا يا عزيزتي، أو أنك تريدين أن تضعي هذه الفكرة التعيسة خارج ذهنك؟ وقفت كارولين لتقول: علمت أنك ستتغيب لأسبوع وربما لأكثر من ذلك. ها أنا هنا الآن. وانحنى لها بمكر: اعذريني، فقد أنهيت أعمالي بوقت أسرع مما توقعت. رفعت حاجبيها بدهشة: حقا، ماذا حدث؟ ألم يكن الطقس جيدا على شاطئ ريفيرا؟ انطلق ضاحكا: كم أنت شديدة الملاحظة يا عزيزتي. لا، لم يكن الأمر كذلك. يومان ممطران أفسدا كل مشاريعي. أومأت برأسها: أستطيع تصور ذلك، ستفرح أنا كثيرا لمشاهدتك، فقد كانت تقول منذ قليل. بالفعل يسرني أن أعود إلى البيت باكرا من أجل رؤية أنا. لا، بل كي نضع رهاننا تحت الاختيار. عن أي رهان تتكلم؟ فأنا لا. توردت وجنتي كارولين وقالت: لم نقم بأي رهان. ضحك أدريانو بلطف: ربما كان علينا فعل ذلك، دعيني أرى ما الربح الأكثر سعادة. كان السكون الذي خيم الآن أكثر وطأة عليها. قالت بصوت هامس: تبا، لقد وعدت، لقد قلت. أمسك بذراعها وسحبها إلى ما تحت أغصان شجر الصرو. أعرف ما قلته تماما، وقد قلنا كلانا أشياء كثيرة، والآن أظن ربما قد حان الوقت لقول أشياء أخرى. هزت كارولين رأسها بعصبية: لم يبقى شيء لم تقله يا أدريانو. لكنني أظن عكس ذلك يا عزيزتي. انحنى ليقبلها وأحست بالأرض تتداعى تحت قدميها، وأحست بخفقان قلبه من تحت يدها التي كانت تتعلق بقميصه. ضربت كارولين بيديها فوق صدره وكأنها استفاقت من حلم مزعج وحررت نفسها منه. أيها أصغي إلي يا عزيزتي. لا، وأخذت تتراجع إلى الوراء وهي تهز رأسها بعنف. لا يا أدريانو، استمع إلي لمرة واحدة، فأنا لست فخورة بما حدث الآن. كارولين أرجوك، إن ذلك يقرفني في أن أدعك تقبلني بهذه الطريقة. خيمت كآبة كالحة في عينيه. يقرفك؟ لا، فكرت في نفسها أنها ليست الكلمة الصحيحة، بل الكلمة الأصح هي أن قبلته تخيفها وترعبها، لأنها تفقد السيطرة على أعصابها عندما تكون في أحضان هذا الرجل الذي تحتقره والذي يحتقرها أيضا. قبض على يدها بشدة. أتقولين أن قبلتي تقرفك؟ نظرت في عينيه مفكرة ما الذي تستطيع قوله والذي يكون ذا معنى. ما الذي تستطيع قوله من دون أن تكشف سرعة تأثرها؟ التأثر الذي لا تستطيع هي نفسها شرحه وتفسيره. بدأ الغضب يظهر في عيني أدريانو. فهمت، وحرر يدها من قبضته. في هذه الحالة أدريانو. والتفت كل من أدريانو وكارولين نحو مصدر الصوت، فقد كانت أنا ساباتيني تنهض من كرسيها ووجهها يشع إشراقا. أدريانو، هل عدت إلى البيت؟ نونا تقدم بخطوات واسعة ثم انحنى ليعانق السيدة العجوز بحب كبير، وسهل عليها عملية الجلوس فوق ذلك المقعد الطويل، ثم وجه نظرة تساؤلية: هل أحسنت التصرف في غيابي؟ تجهم وجه أنا قليلا. ستخبرك كارولين، فأنا لم أفعل شيئا سوى النوم الطويل، كذلك أكلت كثيرا وعرضت نفسي لأشعة الشمس. على أي حال، فالطبيب يقول أنني بخير، وقال أيضا أنه يمكنك التوقف عن معاملتي وكأنني عاجزة عن فعل أي شيء.
أعرف، لقد تكلمت معه هذا الصباح. حسنا، يجب أن نحتفل إذن. ومدت آنا يديها واحدة لأدريانو والأخرى لكارولين. عليك أن تستحم وتغير ملابسك يا أدريانو، وبعد ذلك ما الذي ستفعلانه؟ ابتسم لها بمحبة. الذي ترغبينه سنقوم به حقيقة، أتعني ذلك فعلا؟ طبعا، قال وهو ينظر إلى كارولين. فكارولين وأنا رهن إشارتك وخدمتك. نظرت آنا إلى كارولين. هل توافقين على ذلك؟ بالطبع أوافق يا آنا. في هذه الحالة أظن أولا أن رؤية المدينة من بينشيو أو ربما زيارة فونتانا دي تيرفي قريبا سيكون من المستحيل رؤية شيء بسبب موسم السياحة، لكن الآن في المدينة ملكنا نحن الرومانيون. أومأ أدريانو مجيبا، هذا إذا كان الجو ألطف في نهاية هذا الأسبوع، ربما نقوم بزيارة أو بأكثر، ولسوف أقول لسائقك في أن يحضر لك سيارتك و... بعد ذلك فوروم وكولسيوم وحمامات كاراكيلا. فهمت، فإنك تخططين لأسبوع كامل من النزهة، أليس كذلك؟ يجب ألا تنسى بانثيون ومتاحف الفاتيكان. بالطبع، عندما يتأخر بنا الوقت سيكون الوقت ملائما لشرب شيء من الشراب المنعش في أحد المقاهي الهادئة. ثم تابعت تقول وكأنها تذكرت شيئا، أما بالنسبة إلى العشاء، ما رأيك يا أدريانو؟ هل ما زال ذلك المطعم قرب المدرجات الإسبانية، المطعم الذي يقدم ذلك الطبق الشهي من بونغول فريتاس، أو هل تظن بأن كارولين تفضل مكانا أكثر ألفة؟ إنها لم تعد نزهة لمدة أسبوع، إنها خطة لنزهة تستغرق أسبوعين على الأقل. أخيرا نتنزه في المكان الأحب على قلوبنا في بيازا، حيث الشلالات تتلألأ في ضوء القمر. ونظرت إلى كارولين. كيف يبدو ذلك لك يا عزيزتي؟ ترغبين في رؤية ذلك كله، أليس كذلك؟ ألا تعتقدين أن عليك أن تبدأي ببرنامج أقل من ذلك يا آنا؟ تغيرت ملامح الأميرة إلى رعب ساخر. آنا، أتعتقدين بأنني سأذهب إلى كل هذه الأمكنة وفي سن هذا؟ وارتسمت ابتسامة ماكرة حول شفتيها. لكن أنت وأدريانو ستمضيان وقتا رائعا. تلاشت ابتسامة كارولين ونظرت بسرعة نحو أدريانو ورأت أن ابتسامته تلاشت هي الأخرى. قالت من دون تفكير، لا، لا أريد الذهاب مع... واختفت كلماتها في سكون عميق ورأت وجه أدريانو خالي من أي تعبير. أقصد، من الذي سيلازمك يا آنا؟ إن كارولين على حق ينونة، فإن كانت تود السياحة في روما فسوف أؤمن لها دليلا. نظرت آنا إليهما ثم هزت برأسها. هين هذا الغباء، إنني لست في حاجة إليك يا كارولين كي تبقي بقربي. وقد أشرت يا أدريانو بأن بالازور يعج بالناس هذه الأيام، وستكون دليلا ممتازا لكارولين إن كنت إلى جانبها دائما، وتستطيع أن تخبرها أكثر عن روما الجميلة. لقد جئت لتوي من سفر متعب في الطائرة يا نونا، والذي أريده أكثر الآن هو أن أستحم. و هذا صحيح يا أدريانو، ستستحم بينما تغير كارولين ملابسها إلى ملابس أخف وأنعم، ربما ثوب قطني صيفي قد يفي بالحاجة، وصندل ذو كعب قصير ليسهل عليك المشي، هذا إن كنت تملكينه. هل لديك واحد يا عزيزتي؟ تنفست كارولين عميقا. نعم، ولكن إذن هيا اذهبي واستعدي. التقت عينا أدريانو بعيني كارولين وكانت باردتان لا تنمان عن شيء فيهما، وهكذا كان وجهه أيضا. قال بفتور، كوني على استعداد في مدة نصف ساعة. تنهدت آنا ساباتيني والتي تغفل عن كل شيء. أعرف جيدا أنك ستمضي معها وقتا ممتعا. إنه حتى أكثر السياح ولعا ورغبة في تلك الأمور لا يستطيع أن ينجز خطة آنا السياحية، مع كون أدريانو يمنح تلك المحاولة عزما شديدا، وكان ينطلق بسيارته الفيراري في ازدحام الطرقات وهو بانعزال تام عنها، والذي جعل من كارولين تتسمر في مقعدها.
تمتم قائلا وهما يعبران نصب النصر التذكاري قوس قسطنطين وقد شيد في القرن الرابع. نظرت من النافذة لكنهما كان قد اجتازاه بسرعة. الكولوسيوم أو المدرج الروماني القديم، قال أدريان ذلك وهو يخفف من سرعة انطلاقه لدى وصوله إلى زحمة سير خانقة. عادت كارولين تنظر مرة أخرى. كان الكولوسيوم ضخم جدا ومثير للروعة والإعجاب، مع أن أكثرية منحوتاته الأثرية كانت قد سرقت عبر الأجيال كي تزين بها القصور الرومانية، وقد عرفت كل ذلك من قراءتها للكتب التي ترجمت إلى اللغة الإنجليزية في مكتبة عائلة ساباتيني خلال الليالي الطويلة التي كانت تمضيها في تلك المكتبة. والذي تمنته هو أن تمشي في ذلك المدرج القديم، ولكن ذلك لن يحدث أبدا. الفورو رومانو، قال أدريان وهما يجتازان مجموعة من الخرائب الرخامية الأثرية، إنه المنبر الروماني. التفتت كارولين لتحدق بالمنبر، فكرت مطولا وهو حيث كان القيصر يتكلم مع مجلس الشيوخ. ربما قرأت ذلك عندما كنت تلميذة في صفوف التاريخ. أعتقد ذلك، قد أتذكر بعض المراجع. والكامبيدو غليو، قال وهو يتجاهل ذلك الاستهزاء الذي كان في جوابها. وقد كانت العاصمة الوحيدة في تلك الأيام البعيدة وأصغر تلة من تلال روما السبعة، وقد صمم مايكل أنجلو السلالم التي تؤدي إلى القمة باحتفال كبير. فكرت كارولين قبل أن تقول، هو المكان الذي كان فيه الضباط الرومانيون يقيمون احتفالاتهم إلى الكامبيدو غليو من فيا ساكرا. نظر أدريانو إليها، ماذا؟ هل تلفظت بها على نحو خاطئ؟ فيا ساكرا الطريق المقدس، وقد كان طريق النصر من، أعرف تماما ما كان، تدهشني فقط معرفتك لذلك. ابتسمت كارولين قائلة، هل كنت تظن بأنني غير قادرة على معرفة شيء عدا عن قياسي بالكامل؟ سأعطيك الخيار لما تودين مشاهدته أولا، فيا بنتو أم حمامات كاراكيلا أو سيرك ماكسيموس؟ لماذا لا نمنح لأنفسنا خدمة ما؟ أشتري كتاب دليل السياحة وأرى بعض الأمكنة وأمضي ساعتين من الوقت بينما تذهب أنت إلى أي مكان يكون الجو فيه رطبا وظليلا، وتشرب شرابا منعشا وتهدئ من نفسك، ونتقابل بعد ذلك في تمام الساعة السادسة ونعود معا إلى القصر ونخبر أنا بأننا أمضينا وقتا مبهجا ورائعا. كيف يبدو لك الأمر؟ عظيم جدا، عدا مشكلة أو مشكلتين أساسيتين، وهما لا نستطيع أن نعود إلى القصر حتى الساعة 11 مساء. يتناول الأطفال العشاء عند الساعة السادسة، أما الرومانيون فيتناولون وجبة العشاء في الساعة 9. لا أدري، ومهما كان رأيك بنا يا كارولين فنحن لسنا أطفالا. أتعني أن الأمريكيين هم الأطفال؟ تنهد أدريانو، اسمعي إنني لست سعيدا بالذي أقوم به، لكن بما أننا ملتصقان مع بعضنا البعض في الساعات التالية والمقبلة. قاطعته كارولين بحدة، ملتصقان مع بعضنا البعض، إن كنت لا تحسن استعمال العبارات الإنجليزية جيدا فلماذا تستعملها؟ ربما قد يكون ذلك لنفس السبب عندما سألتك بغباء شديد أن تبقي مع آنا في المرتبة الأولى. تذمرت كارولين وهي تبعد نظرها عنه. ها، ماذا تعني كلمتها؟ إن كنت لا تمانعين سؤالي، تعني أنك طلبت مني أن أبقى مع آنا كي تتاح لك الفرصة في إغوائي. ماذا تقولين؟ وضرب أدريان مقود السيارة بيده، هل عدنا إلى ذلك من جديد؟ هل ستحاول إنكار ذلك؟ إنك لم تفعل شيئا سوى أن تضربني منذ اليوم الذي أضربك. وأخذ يحملق بها، فأنا لم أضرب امرأة في حياتي، أي امرأة، حتى امرأة مستحيلة مثلك. إنه تعبير إنجليزي يعني أنك كنت تلاحقني، لقد قلت لك تماما منذ البداية أنني لست مهتمة بك. نعم، وقد أوضحت ذلك جيدا اليوم بالذات. آمل ذلك، لا تنزعجي فإنني لست غليظ الجمجمة.
غليظ الذهن لدرجة لا تستطيع فهم المعنى. هز كتفيه من دون مبالاة. إنها تعني نفس الشيء. لا، ليست كذلك. إنك وحدقت كارولين في وجهه، ثم حركت رأسها بضجر وتابعت. إنك فقط لا تفهم شيئا. لكنني أفهم، لقد علقنا في فخ هذا اليوم معا. هذا بالفعل ما حصل يا أدريانو. إذن أقترح أن نقوم بما هو أفضل لنا في الساعات المقبلة. سنشاهد روما، لكن مع دليل خاص، ونكون في المنزل عند الساعة 12. وقفت كارولين مع أدريانو ودليلهما. قال لهما بابتسامة متواضعة: سوف أريكما أفضل ما في روما. اعتقدت كارولين مع صفاء نيتها بأنه فعلا كان يقوم بأفضل ما لديه من وسائل، أفضل ما يمكن عمله. فكرت كارولين بينها وبين نفسها هو أن تغرق بأحاسيسها في جمال وروعة ومعرفة كل شيء حول المدينة التاريخية روما. وكان في استطاعتها أن تقوم بذلك لو أن الدليل سمح لها أن تفعل ذلك، لكنه كان موسوعة من الحقائق والأرقام التي تعود ترديدها، وعزم على أن لا يخفي عنهما لا شاردة ولا واردة. وبتأثر شديد، جاعلا من السكون يردد كلماته بنوع من الهمس في معابد تلك العصور القديمة، ولم يستطع أي شيء أن يرده عن المهمة التي أوكلت إليه والتي حفظها عن ظهر قلب، ولا حتى عدم استجابة الجمهور له ولشرحه. تنهدت كارولين ولحقت به، وتبعها أدريانو بعد لحظة. يبلغ عرض رواق المعبد نحو 13 مترا، وله 6 أعمدة من الصوان الصلب، ومتوج بزخارف على الطريقة الكورثية اليونانية، وطول كل منها 12 مترا تقريبا، وتبلغ المسافة بين كل عمود 4. تدخل أدريانو بحدة: بين كل منهما 4 أمتار تقريبا. حدقت كارولين والدليل بأدريانو الذي حملق هو الآخر فيهما بدهشة: أذكر ذلك عن كتب التاريخ في المدرسة، قال وهو يبتسم ابتسامة كبيرة. إذن قد تذكر أيضا أن الأبواب التي مررنا فيها منذ لحظات يبلغ قياسها 7 أمتار تقريبا، وبأنه كان هناك 5 دراجات تصلنا إلى المعبد والتي يبلغ قياسها. تبا! انطلقت الكلمة من حنجرة أدريانو بثورة جامحة. عالت الدهشة الكبيرة على وجه الدليل: هل هناك أي مشكلة يا سيدي؟ لا، لا مشكلة، إنه فقط. ومد يده إلى جيب سرواله وسحب منها كمية من المال وقال: سيفي هذا بالغرض. لكن إنني لا أفهم، هل أنتم غير راضين من هذه الزيارة؟ لا، لقد كانت جيدة. آسف جدا، لقد تذكرت الآن أن لدي موعدا، أو بالأحرى لقاء. وسحب يد الرجل ليدس فيها المال. وهذه 50,000 ليرة إضافية كعلاوة على المعلومات الدقيقة والممتازة التي قدمتها إلينا. ابتسم الدليل ابتسامة محيرة ومربكة: هذا كثير يا سمو الأمير، فنحن لم ننهي بعد الجولة المفروضة. لا تقلق بشأن ذلك، سوف أتصل بك في المرة القادمة عندما نكون غير مرتبطين بعمل ما، وسنتجول على الأمكنة المتبقية، أليس كذلك؟ نعم، إذا كانت هذه رغبتك. ولكن، قال وهو يضع ذراعه حول كتف الدليل: إنها كذلك وبالتأكيد. وصرفه بلطف. عندما عاد إليها ابتسمت له بإشراق وقالت له: حسنا، لقد كان ذلك ممتعا. نعم، أرجو ألا أكون قد أفسدت عليك بعض الأمور. موعد. التقت عيناه بعينيها: سأقوم باتصال من أجل دليل آخر إن كنت تودين الانتظار هنا. هزت كتفيها من دون مبالاة: لا، أرجوك لا تتعب نفسك، في استطاعتي أن أستمر في تجوال دون دليل، هل هذا ممكن؟ حملق أدريانو فيها: أعتقد أنه لا بأس بذلك، لكنني كمواطن من أعرف أشياء لا يعرفها غيري في هذه المدينة. إذن، لكنني لست دليلا ولا أتمتع بخبرة واسعة في هذه الأمور يا كارولين، قالت وهي تحني برأسها. فهمت، هذا يعني أنك لن تتمكن من أن تطلعني على مدى طول معبد سيستين.
أخشى أنني لن أتمكن من ذلك، ولا حتى عدد الأيام التي استنفذت في تشييد قصر بارنيسي. بدا غير مبالي وقال: لا فكرة لدي عن هذا أيضا. ولكنك لابد أنك تعرف شيئا عن تاريخ عائلة بارنيسي. نعم بالتأكيد، ففي الواقع كان قد انتسب الآل بارنيسي إلى الآل ساباتيني. ومتى؟ ليس من مدة طويلة، لكني لا أذكر بالضبط. تنهدت مازحة وقالت: أخبرني عن ذلك الزواج. أخبرها عن كل شيء وهما يعبران الرواق المسقوف، فأخذت تضحك في نهاية القصة. هذا ممتع أكثر من أن أسمع كم من أطنان الرخام قد استعمل في تشييد قنطرة قسطنطين. قهقه أدريانو ضاحكا: أوافقك الرأي، كان ذلك الرجل المسكين مستحيلا. لا بل أسوأ من ذلك، كان عندي مدرسة إنجليزية تشبهه تماما، وكانت تدعى السيدة بينكس. كان من المفروض عليها أن تدرسنا الشعر، ولكن كل الذي كانت تتكلم عنه هو حول الأمطار فقط. ابتسمت كارولين له: وكيف عرفت ذلك؟ لأنني عانيت كثيرا من حفظ الشعر الأمريكي والذي يعود إلى القرن التاسع عشر، وكان الأستاذ في مدرستي يقوم بنفس الشيء. توقفا قليلا إلى جانب حافة الطريق، وأحاط أدريانو ذراعه حول خصر كارولين وهو يرشدها إلى الجانب الآخر في الشارع. لقد تأملت خيرا في الدروس التي كنت أتلقاها في جامعة أمريكية، ولكن أي جامعة؟ جامعة يال. ذهبت إلى جامعة يال؟ نعم، وكان ذلك ما قبل التخرج. إذن أنت تعرف شيئا عن نيو إنجلند؟ أجاب أدريانو: لقد عشت في القسم الشمالي الشرقي لمدة 6 سنوات، أولا في كونكتيكات ثم في بنسلفانيا، وتخرجت في وارتون. في حقل الأعمال؟ طبعا. وهل تؤهل وارتون غير ذلك؟ لماذا تبدو عليك الدهشة يا عزيزتي؟ هل لأنني تلقيت العلوم نفسها؟ تورد وجه كارولين: عانيت فقط، كنت أداعبك فقط يا كارو. وعلى أي حال، مهما درس وتعمق المرء في ذلك الحقل، فقد يجد أنه من الصعب عليه التداول في عالم المال. في البارحة مثلا وفي لقائي في كان، تعني أنك كنت هناك من أجل العمل؟ نظر أدريانو إليها كمن ينظر إلى شخص فقد عقله. بالتأكيد، وقد قلت لك ذلك قبل مغادرتي. كنا قد تكلمنا بالتجارة منذ عدة أشهر مع هؤلاء الناس، وهل يرغبون أن نتوسع معهم في منتجعاتهم الفرنسية، أو ربما على الشاطئ الإيطالي، أو على الريفييرا؟ وكان ما زال يحيطها بذراعه وهما يقطعان الشارع مرة أخرى، ولم يتوصلوا إلى قرار. وبعد ذلك وفجأة أتوا إلى روما في الأسبوع الماضي. نعم، لقد أرادوا مالا من الساباتيني وينتظرون أن يحصلوا على جواب مني شخصيا. تعني أنك أنت المسؤول المكلف؟ حدق أدريانو في وجهها وكأنه يتفحصها. وهل هذا يدهشك أيضا؟ آهين يا عزيزتي، إنك تشبهين لوحا من الزجاج، إنك في غاية الشفانية. تقصد الشفافية؟ ما الفرق؟ فالشمس تعكس على كليهما، أليس كذلك؟ لا أقصد نعم، لكنك تستطيع أن ترى جيدا خلال واحد منهما، بينما الآخر لا تستطيعين. منحها ابتسامة سريعة ثم أضاف: أعرف الفرق يا عزيزتي، لكن أنت لا تعرفين. لا تكن سخيفا، فقد ادعيت منذ البداية بأنك تستطيعين رؤية ما في داخلي وقراءة أفكاري. تدفق دم حار إلى وجه كارولين: هذا ليس عدلا، إنني الأمير اللعوب وتحيط بي السيدات من كل حدب وصوب وثري كبير، بينما تنقصني القدرة على أن أملأ إبريقا من الشاي. هل أنا محق في ذلك؟ لقد عدت تخطئ في التعبير مرة أخرى، فيجب أن تقول فنجان الشاي وليس إبريق الشاي. هز أدريانو رأسه قليلا: الذي أقصده أنني أخطأت في الحكم على مبادئك وأخلاقك. فقالت: نعم لقد فعلت ذلك حقا، فما كان علي أن أقوم بافتراضات سريعة بشأنك.
لا، ما كان عليك فعل ذلك أيضا، ابتسم أدريانو. إنك لا تهونين الأمر علي يا عزيزتي، أليس كذلك؟ ولما علي ذلك؟ فقد أهنتني وها قد اعتذرت، وهذا شيء أكبر من الذي قمت به. فوجئت كارولين بقوله. أنا لن، لكن تقدم أدريانو ليقف أمامها وهو يبتسم لها. كارولين، ما قولك؟ هل سندفن الفأس؟ ابتسمت مصححة. عدت إلى الخطأ بالتعبير، والأصح أن تقول هل نعقد صلحا؟ ضحك وهو يمد يده. سندفنه على أي حال، ومهما كان القول، أتوافقين؟ حسناً. وضعت يدها في يده وكأنها تعقد صلحاً معه. رفع يدها إلى شفتيه، فأحست بقشعيرة حارة تجري في عروقها، ثم قال: إذن هيا يا عزيزتي، وسوف أريك مدينتي. وعاد إلى منبر روما التاريخي. قال أدريانو، مشاهدته من السيارة لا يستوفيه حقه. لا، فكرت كارولين وهو يدلها على الأرض القديمة. لا، لم تستوفيه حقه. أحرق هذا المبنى الروماني القديم العهد الباسيليسيا إيميليا، ولم يبق منه سوى الأطلال، وكان ذلك خسارة فادحة على البلاد، لأن هذا المبنى كان قديما حتى ذلك الحين. نظرت كارولين إلى الآثارات والخرائب التي بقيت من ذلك المبنى. من أي نوع من المباني كانت عليه؟ هل كانت حصنا رومانيا أو معبدا رومانيا؟ كانت الملجأ للتجار الذين يأتون باستمرار لبيع وشراء السلع. وأحاطها بذراعه وتابعا سيرهما. وقد سمي هذا الملجأ باسم الذي شيده، وهو ماركوس إيميليوس. فهمت، فقد كان فندقا صغيرا. هز أدريانو رأسه غير موافق. لا، كان مبنى للعموم، والمقصود به أن يحمي التجار والزبائن من العوامل الطبيعية. وابتسم ابتسامة واسعة. يتذمر الجميع اليوم من ثقل وطأة الضرائب، لكن في الماضي كان يفرض على الرومانيين الأثرياء ليس فقط دفع ما يتوجب عليهم من ضرائب، لكن المساهمة ماليا في تشييد أماكن عامة أيضا. ضحكت كارولين قائلة: قد يظن البعض بأنها فكرة تستأهل الدرس من جديد، وما هذه؟ وأشارت إلى مجموعة هائلة من الحجارة الكبيرة رصت فوق بعضها البعض. إنه معبد فينوس، وفي أقصى الشارع معبد فيستا، قالت كارولين بإعجاب. هناك الكثير لنعرفه، فكيف تستطيع أنت أن تتذكر كل ذلك؟ أمسك أدريانو بيدها بلطف وهما يمشيان. لقد تربيت على هذه القصص، وكان جدي عالم آثار كبير و تعني زوج الأميرة؟ هز برأسه علامة الإيجاب. نعم، وكان دائما منهمكا في الحفريات هنا وهناك، وكان أحيانا يسمح لي بمرافقته، وكان يفرحني جدا أن أستمع إلى رواياته التي تعود إلى الأيام الغابرة. قالت كارولين مبتسمة: الأيام القديمة جدا، لكنني أسألك، لماذا لم تتبع خطواته كعالم للآثار؟ لقد فكرت بذلك الأمر، صدقيني. وشبك أصابع يده بأصابع يدها. ولكن عندما بلغت سن 18 أدركت أنه بالرغم من ولعي الشديد في دراسة التاريخ، ففرحي العظيم يكمن في حسنا، أظن أنك قد تصنفيه بتخطيط الأشياء ثم مراقبتها وهي تنمو. قالت كارولين بخفة: إذا هذه هي الطريقة التي يصل بها إلى رئاسة مجلس الشركة، بأن تظهر موهبة تنسيق الحدائق. ابتسم أدريانو ابتسامة واسعة بينما كان يجلسها إلى جانبه على المقعد الرخامي. لسوء الحظ ليس عندي أي موهبة في أمور الحدائق يا عزيزتي، وتلقبني أنا البوليس نيرو، أي ليست يدي خضراء في الزرع. ابتسما لبعضهما، وأخذ يداعب خصلة من شعرها من وراء أذنها. جاء الآن دورك، مع أنني أستطيع الإدراك كيف تتوصل المرأة إلى أن تصبح عارضة أزياء عالمية، فهي تبدأ حياتها كفتاة صغيرة ناعمة، ثم تنمو لتصبح امرأة رائعة الجمال. هزت رأسها: كنت بالفعل فتاة صغيرة بلهاء. أنت؟ لا، لا أصدق ذلك.
إنها الحقيقة كنت طويلة جدا ونحيفة جدا، ويعلو وجهي النمش، لكنني أحب النمش. كانت جدتي تقول ذلك أيضا، فهي التي ربتني بعد وفاة والدي. نعم كان كذلك الحال معي. هذا الذي جعلك تحبين آنا بهذه السرعة؟ لأنها تذكرك كثيرا بجدتك؟ أجابت كارولين، إنها كذلك ولكن قليلا. ابتسم قائلا، وكانت جدتك هي التي أقنعتك بأنك ستكونين تلك الفتاة البشعة البلهاء، ثم ستغدين امرأة جميلة وساحرة. ضحكت لتقول، أعتقد أن هذا أقرب إلى الحقيقة. وتقلصت ابتسامة كارولين لتتابع قولها، لكنني لم أفكر قط في أن أكون عارضة أزياء في يوم من الأيام، إنما كان ذلك بعد وفاة جدتي. مد أدريان يده ليميل رأسها نحوه، لما وجهك حزين يا عزيزتي؟ ماذا حدث وقتها؟ تنهدت كارولين بألم، لقد كانت مريضة لفترة طويلة، وكنا نقاسي من فقر مدقع، ولا مجال لنا للعمل لا في شاتام أو في فيرمونت، لذا اضطررت إلى أن أذهب إلى نيويورك، ولم أعثر حتى هناك على أي عمل. حتى لو كنت تحمل شهادة جامعية أو أن كنت تطبع مليون كلمة في الدقيقة الواحدة على الآلة الكاتبة. وبعد ذلك، قاطعها أدريانو، بعد ذلك وفي يوم من الأيام التقيت برجل في الشارع. أخذ أدريانو يقلد لهجة أهالي نيويورك بشكل عظيم، أنت يا فتاة، هل فكرت يوما في أن تكوني عارضة أزياء؟ انفجرت كارولين ضاحكة. كانت في الحقيقة امرأة وليست رجلا، وتعمل في دور الأزياء، وهذا تقريبا الكلام الذي قالته لي، وتقريبا نفس الأسلوب ونفس الصوت. نهض ومد يده متابعا نزهتهما من جديد، وهكذا وقعت عقد عمل في عرض الأزياء العالمية. لا ليس عندها، فقد عملت مدة سنتين مع شركات تبيع الملابس بواسطة البريد وعن طريق كتاب موسع عن الأزياء الحديثة، مع سيرس ومع سيغال ومع... حسنا قد لا تعرف أنت هذه الأسماء، لكن العمل كان دائما والراتب لا بأس به، لكن يبدو أنه لم يكن كافيا كما يلزم. هزت كتفيها من دون مبالاة، لكنني عرفت وقتئذ أن الذي أريده فعلا هو أن أكون مصممة أزياء. لم يكن ذلك قرارا مفاجئا بالفعل، فلطالما قمت بخياطة معظم أثوابي. و قال أدريانو بلطف، أصدق ذلك يا عزيزتي. تنهدت كارولين لتتابع، أوف آسفة، لكن الذين يديرون دور الأزياء في نيويورك لا يطلبونك للعمل إلا إذا كنت متخرجا من معهد كبير لتصميم الأزياء، لذلك قررت العمل كعارضة أزياء والتي راتبها أفضل بكثير، وهكذا تدخرين المال اللازم لذلك وتنتمين إلى إحدى تلك المعاهد. هل قلت لك ذلك من قبل؟ لا، لكن هذا ما توقعته. نعم هذا ما اعتقدته أنا أيضا، ولهذا السبب وقعت على عقد عمل مع وكالة أخرى، وهكذا يزيد راتبي لفترة ما، وأكون قد اقتربت من تحقيق الحلم الذي طالما راودني، وقد جعلوا الأمر يبدو رائعا. نعم لكنه كان متعبا في الواقع. رفعت رأسها لتنظر في وجهه، فقد كانت نبرة صوته حادة وعيناه تتجهمان غضبا. قالت بعد لحظة، لا ليست متعبة، أعني كان من الممكن أن تكون أسوأ من ذلك بكثير. على أي حال الشكر لك الآن ولآنا، لأنني بعيدة عن هذه القصة كلها. نعم أنت كذلك يا عزيزتي، ولن تعودي إلى تلك الحياة أبدا. لماذا كان ينظر إليها على ذلك النحو وكأنه يعرف شيئا لا تعرفه هي؟ لقد رأته على هذه الصورة من قبل في تلك الليلة التي التقيا فيها، عندما كان عازما على أن يقوم بالأشياء على طريقته، وها هي تراه الآن مرة أخرى. وعندما أشار لها بأنها لن تعود إلى ميلانو، ارتعدت كارولين بشدة. ما بك يا عزيزتي؟ هل تشعرين بالبرد؟ أشعر قليلا بذلك،
ونظرت حولها حيث خفت الزحمة والنهار أوشك على النهاية. أظن أنني لم أنتبه إلى أن الوقت قد تأخر إلى هذا الحد. قال لها: أرجو معذرتك، فقد جعلتك تتكلمين كثيرا. يجدر بنا أن نعود، سوف ينشغل بال أنا بسبب تأخرنا، الذي تعنيه بأنها سوف تتساءل عن سبب عودتنا المبكرة. هل نسيت يا عزيزتي؟ فعلينا تناول العشاء، وذلك قبل أن أحاول الشرح لأن سبب تجاهلي لأوامرها العليا. ابتسم وهو يحضن ذراعها بذراعه. أترين ما يقرأ في كل أنحاء روما، فوق الأبنية والأرصفة، وحتى فوق علب البريد؟ نظرت إليه وابتسمت بتردد. أتعني ميم شين دال؟ نعم، لاحظت ذلك. فماذا تعني هذه الأحرف؟ تعني أن مجلس الشيوخ والشعب والدولة هم جميعهم يد واحدة، وهي عقيدة رومانية قديمة جدا. لكن يجب أن تلحق تلك الأحرف بشيء، وهو ميم شين دال من سمو الأميرة ساباتيني، لأنها تصدر القانون والحكم معا. وتحول صوته إلى نوع من اللطف والتملق. هذا ومع ذلك، هل تستطيعين أن ترفضي تناول الشراب المنعش في مقهى برادير فوق تلة البنشيو، حيث المناظر الخلابة تمتد إلى ما لا نهاية، أو من تناول العشاء في مطعم جيرون السادس، حيث يصعب عليك أن تقرري من الأعظم أكثر؟ هل هي تلك الجدران التي تعود إلى القرن السابع، أم المعكرونة الأصلية بصلصة الجوز الشهية؟ المعكرونة الأصلية مع صلصة الجوز؟ نعم، وأفضل ما قد تحبذينه هو تذوقه. ضحكت كارولين قائلة: تقصد أن تقول المعكرونة الوحيدة مع صلصة الجوز والتي أتذوقها لأول مرة؟ قال مبتسما: لقد عشت حياة حرمان طويلة يا عزيزتي، ومن واجبي أن أعيد إليك السعادة والرفاهية. ابتسما لبعضهما البعض، وشعرت كارولين بانقباض في صدرها، لأن هذا ما كانت تخشاه، فقد قام الآن بتغييرات جديدة، ليس فقط بما يختص بحياتها الشخصية، ولكن... قال أدريانو وهو يضع يده فوق كتفها: ما رأيك بذلك؟ أخذت كارولين نفسا عميقا: الذي أفكر فيه الآن أنني أتضور جوعا. ضمها أدريانو وسارا إلى حيث تركا سيارة الفيراري. كان أدريانو يراقب كارولين وهي تتناول البقية القليلة من صحن الحلوى. ستعتز بك أنا كثيرا لتناولك الأنتيباستو ميستو، أي المعكرونة بصلصة الجوز والسالتي ميبكا. تحتوي كل لقمة منها على 1000 وحدة حرارية. هذا على الأقل. ليس من واجبك أن توافق معي على ذلك يا أدريانو، بل على العكس، عليك أن تهدئ من نفسي وتؤكد لي أنني تناولت طعاما يحوي قليلا من الوحدات الحرارية، وسيذوب مع الهواء أو أي شيء آخر يخفف من تلك الوحدات الحرارية التي حواها الطعام. ضحك أدريانو وهو يرفع فنجان القهوة إلى شفتيه. كنت أتصور دائما أن عارضات الأزياء يعيشن على ورق الخس والماء البارد. هذا ما تفعلنه، كما أقوم أنا أيضا بذلك، فقد أرسلتني الوكالة التي عملت معها إلى مصور فوتوغرافي ليلتقط لي صورا متنوعة. لكنه قال لي أن أرحل سريعا وأعود بعد أن أخفف من وزني 4 كيلوغرامات. أكان رجلا؟ نعم، لكن كان معه حق بذلك، فتلتقط صورا أفضل عندما... أؤكد بأن لا رجل ولا حتى مصور فوتوغرافي يرغب في أن يزيل ذلك الجمال من جسد المرأة. كان أدريانو ما زال يبتسم، لكن صوته خشن بعض الشيء، وتنحنحت كارولين قبل أن تقول: في الحقيقة كانت تلك المرة الأولى التي خطر فيها على بالي أن ما من أحد يصمم ملابس جميلة وخياطة متقنة ورائعة للمرأة الحقيقية. و هذا ما يهمك يا عزيزتي، أن تكوني امرأة حقيقية. إنني فعلا امرأة حقيقية، لقد قلت لك أكره تلك الأشياء التي لا طعم لها والتي يصممها فابيانو للناس. و أعني، أترغبين في الزواج في يوم ما؟ يكون لك زوج وأطفال؟
حدقت به وهي تتساءل كيف تحول الحديث فجأة إلى موضوع شخصي للغاية. قالت بصدق: لا أعرف فعلا، أعني إنني لم أفكر يوما بهذا الأمر. ولماذا لم تفكري به؟ فمن المؤكد أن امرأة تتمتع بجمال مثلك قد سألت مرارا وطلب منها الزواج. رفعت رأسها بعنف: ماذا تعني بقولك؟ تعجب أدريان من حركاتها. لا شيء سوى أنني لا أستطيع أن أصدق بأن ولا أي رجل سألك الزواج منه. تأوهت كارولين: أسفة، اعتقدت. لكن كان هناك رجال في حياتك يا كارولين، ألم يكن؟ طبعا كان هناك رجال في حياتي. كان هناك فعلا واحد أو اثنان. على أي حال، ما علاقته هو بهذا الأمر؟ مال أدريان قليلا إلى الأمام. رجال، لكن من دون أي ارتباط فعلي. قالت من دون اكتراث: كنت منشغلة ببناء مستقبلي المهني، وقد قلت لك أنني سأغدو مصممة أزياء في يوم من الأيام، وهذا عندي أكثر أهمية من أي شيء آخر. طبعا، ولماذا لا يكون ذلك؟ لماذا بالفعل؟ كان صوته باردا وعلى نحو مسلي، أو ربما على نحو ساخر. قال وهو يسحب بعض المال من جيبه ويضعه على الطاولة، ثم نهض عن كرسيه: أعتقد بأننا قمنا بما فيه الكفاية لهذا اليوم في إرضاء الجميع حتى الأميرة، هل تسمحين بالذهاب؟ قفلا عائدين إلى السيارة وهما يغرقان في صمت عميق. كان يخيم على القصر سكون شديد عندما وصلا. هذا جيد، فكرت كارولين، فلم تكن في مزاج يسمح لها برؤية آنا، وكل الذي كانت ترغب فيه هو أن تذهب إلى غرفتها وتخلد إلى الراحة وتطلق العنان لأفكارها. قالت له: تصبح على خير. وكان صوتها يرتعش قليلا، لكنها هدأت من نفسها. هو شكرا لك من... وضع أدريان يده فوق ذراعها: ليس بعد. وجاء صوته متوترا جدا، لكنه ابتسم وكأنه يلطف من ذلك التوتر: لقد تذكرت لتوي بأننا وعدنا أنا برؤية بيازا، أي تلك الساحة الرومانية على ضوء القمر. لا، لقد تأخر الوقت يا أدريان. شيء ما نشربه؟ شكرا لك، فأنا أريد فقط أن أذهب إلى غرفتي. لف ذراعه حول خصرها: إذن سأرافقك إلى هناك. لا داعي لذلك. وأحست بقلبها يهوي من مكانه، كان هناك شيء فيه غير عادي، وكان في استطاعتها أن تشعر بذلك بسبب ما يختلج في نفسها. وعندما وصلا إلى باب الغرفة استدارت وقالت: حسنا، ها قد وصلنا، وشكرا لك مرة أخرى يا أدريانو من أجلي. هل إنك فعلا استمتعت بوقتك يا عزيزتي؟ قالت وهي تبتسم قليلا: نعم، يسرني أن أسمع ذلك. حسنا. عادت تحس بقلبها يهوي من مكانه. أدريانو، لقد تأخر الوقت و... عيناك. قال وهو يحوي وجهها بين يديه: إنهما بلون بحر الجزر اليونانية. أدريانو، هل فعلا صدر عنها هذا الصوت الناعم الرقيق؟ أدريانو اسمع. أما شفتاك؟ وأخذ يداعب بإبهامه ثغرها: عزيزتي، ما أجمل هذا الثغر، إنه لرائع حقا. همست برجاء: لا أرجوك. نعم نعم يا عزيزتي، ها أنا معك، قولي ما الذي تريدينه وسوف أقوم به حالا وسريعا. لا أريد أدريانو، لا أعرف أنا. هذا ما كانت تريده، فقط كان ما أرادته فعلا. رفعت رأسها لتنظر في عينيه وهي تمسك وجهه بيديها. أدريانو، همس بعنف: نعم. فقد كان يطوقها بشدة وضحك بلطف: لقد فهمت الآن بأنني على حق، وبأنك لست قطعة من الجليد، بل إنك تشتعلين حبا وهياما. كان ذلك أشبه بعاصفة هوجاء فتحت النوافذ وسارت إلى داخل الغرفة، لكنها كانت هادئة بين ذراعيه ولا تخشى شيئا.
ارتجفت كارولين وهي تفتش على محول النور ووجدته أخيرا، أطبقت يدها فوقه وشع النور واختفى الظلام. أغمض أدريان عينيه من شدة النور المفاجئ. عزيزتي، لا تناديني عزيزتي، أنت ارحل ارحل عن هذا المكان أرجوك. كارولين، ماذا هناك؟ ارحل أو سأصرخ عاليا جدا بحيث أوقظ كل من في البيت، كما يمكنني أن أوقظ نصف سكان روما. تلاشت ابتسامة أدريانو وتحولت إلى غضب شديد، وهو ما زال يقبض بقوة على يدها إلى أن أحست بأنها ستبكي من الألم، لكن بدل ذلك وقفت تواجهه تماما ورأسها مرتفع بكبرياء وعيناها ثابتتان على عينيه. نساء على شاكلتك يلعبن بألعاب خطرة يا عزيزتي، إنك لا تعرف شيئا حول نساء مثلي، قال غاضبا. إنك تشبهين أريانا، هذا كل ما أعرفه. تحول عنها وخطى مبتعدا واختفى.